muslimku markay musiibooyinka imaadaan dadkay ku imaato hadu kamid aheen kuway ku imaato gargaara marka magaaladan waa in ninkasta mu'min ee iimaan sheeganaya uu danqisto dadka teenrayaha jiifo raggii xilka sheeganaya kuwa sokeen iyo kuwa horeeyeenba hadan bris waa hagaajinayna salaan maxay dhahayn waa hagaajinayna waa been حتى هذا أيكو هجا جناي أي مسلمان إيمان له وركوا وان قادن له. دكتي أو فير لقته ده بعدي هذا جن. المهم مركي دلام وحلا ده حق عن دقينا. شو اسمه؟ أبا سعاء حق عن دقينا. مركم وطن كم وحنا نقول أنا كده نصوم مالنا هاي حق عن دقينا. أنا كان آل أسود جدا. هذه وحنا شايفين ركرو صديها ده سن. وحفي عن ما هي أنا. gormay intee aafan ugu imaateen markaas uu rafaalay horti soo lama dhahay ahay ay caalami way ay dhayn aagal iyo bakeeriyaha hayna wixii anag wax weyn ma hayne wax weyn ma hayne waxna waan dirsanne waxna waan dirsanne muslimiin soo ka qayliya anagu dhayn qayliya meedka banaanka ugu tagi aabaha meedka xalaal jiray aabaha meedka aradii ku celinay laakiin wiilka meedka banaanka ugu tagi waligeen waxaa dheesii hebel baa ka fiicnaa taayna imi waligeen gaarisay gaarisay waligeen gafana heblaw gafana ka fiicnaa taagnaada anigu waxay ii taagan taa uun raximallaahu nabaas alawal kii hore waa uun nabaas awel nabaa taani waa uun kuwa kala saato uun waxa is dhaamala waxan الحمد لله وكفى صلاة وسلام على من لا نبي بعد الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار معاشر مسلمين نسوان الله إلهي سنوين كيسي يمقادرت إلهي سبحانه وتعالى يوحو إلهي جديي وحاكمدها الابتلاء والاختبار دارتن لسكو امتحانه دارتن الدنيا دار الابتلاء والامتحان وقري لبضان وحيرو الابتلاء والاختبار كجرت ودادكو مد بصيلو ابتلينايا مد حنون لو ابتلينايا مد الملان لو ابتليني مد المه اللاسيني يعني عاسيا عاسي نقدان لو ابتليني مد مال لسيو حنون لو ابتليني من عف مال لسيو حنون الان نقدا فخر لو ابتليني وهذا من سنن الله سبحانه وتعالى وسنوينك الهي سبحانه وتعالى إلهي أدوني صحبه ما واينن لأن سنوينك إلهي وحي نقدام الابتلاء والاختبار أيامها إما معلمها أن كجرنو فهذا عدي الابتلاء ابتلوينك إلهي سبحانه وتعالى أدوني سوءك امتحامي غير كمده على سعوتين وضن كان ثم قال لدي نبا إني كدعان أن فيدانات أما محان كودا هاي أن بيا فربضن أو تاريخ ده هذا كهرباء أنت أركت أل ويرتاي بيا أنت عليك مقالة ذن كل نقاس ومع ووضن كان يوم يلا بضن أو وضمها جيران كنا لعب أرمها والابتلاء والامتحان نبص يو تعوانسا نبص يو تعوانسا عيرهان ما هي حكمة الله في الابتلاء إلهي أدومي سنحو امتحانه محو فقر أو امتحان مايا محو قارك الله أو امتحان بيئ إيو فربضا إيو حوله إيو بابا آن حكمة اللي قليه وحاوي إلهي أصول الله من سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون إن إلهي أصول الله من إيو قادان أدو جدا وحاوي يان دار امتحان والابتلاء شلو وح مالهن ما انت الوسيي ما انت إلهي واقعة سبحانه وتعالى كدارتن ودار نوعائه دش خد نحن نقول دارتن لا بقي بعوق السمان إلهي نواشي سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف دد واحد دد واحد كميت إيه دد إلهي كعبد شكي إن أسابه الخير حقا نعمها ظهره وكاس وبشارة سنة وفرع سنة هاي دي وحقا الله تابتنا انقلب على وجه أسبدل كفريات يدق عن حمية فساد ولا إيمانه إيه على الله بعنه مركا إلهي معاكو عبدينا على حقيقة إلهي كعبدينا على حقنا يكون عبدينا
إلهي كم عبدين على شك كم عبدين أو مركا واحد لنا معرفة كبير يسلوين كم دعسو مركا واحد ويننا على علي بلاي مسوي ما تنا على علي عليها نبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن نبي قال عليها وحاليابه مؤمن كأرميس مؤمن أرميس إن أمره كله خير مؤمن كأرميه دمان وخير قف كمؤمن كأه إسبدل كنولش يسكو إيمانايين وأن خير إن أسابت سراء وقال نعمها دواره مؤمن وذليها الحمد لله وإن أسابت سراء مؤمن دباتي فتها دين ماذانا هذا واسمرا وذليها الحمد لله وليس ذلك إلا المؤمن أرمها مؤمن بلغها له بركوا عجب في أمر المؤمن مؤمن كأرميس ونوع سوكلت إن أسابت سراء مؤمن وذليها الحمد لله حقان نعموين إيو هذا يسكر الرعان إلهي بواقوان صنع سبحانه وتعالى حقان هذا إسباء مارة فتهاد إيو فقر إيو علي سئ ماذانا هذا إلهي بواقوان صنع سبحانه وتعالى مركاً وعجباً لأمر المؤمن مؤمن كأرميس والياب إن أمره كله خير مؤمن أرميس كد وخير شركنا قارب إياي خيركنا قارب إياي إلى إلهي بحقيقك عابده إياي إلهي بحقيقك عابده ومن الناس من يعبد الله على حرف كمجر مركم وعجبا لامر المؤمن ان امره كله خير مؤمن كارمه سو وان خير كاس ان اسابت سراء الحمد لله لي وان اسابت ضراء هدنا وصبر عيا وليس ذلك الا للمؤمن الا المؤمن ارمها مؤمن بالغ هلاء الا نولش الدوام ما قبت نولش دوام من مسبنانيسو سلا سيهد ما اهانيسو مركز إسبدل كأنه رشا هذا كو ماذان إلهي كو أقوان سبحانه وتعالى شلي هدى مال غبينه ما أنت فقري بالقول كل ما يح شلي هدى فقري يا ستي ما أنت قاني بالنغن يسا إلهي قاس بدل كأنه رشا بدلي وإلهي لو أقوان سبحانه وتعالى على عالك إيو بريد فرحة بضان إيو نحن قلنا هاي ميراح وقعمل لقلها إن لجوجيو أو مصيبوين كإلهي لو أقوان سبحانه وتعالى مؤمن كو ونوع عاسوك لوياني إن أسابت سرى مؤمن شكر وإن أسابت ضراء مؤمن صبر نوع عاصم أوليها غيرها وحالا يرى عنوان سعادة ذاتك ذاتك الليباني أو مؤمنين تأي سدح شيء بالواقع النار سدح هذا الشيء هذا إسكران صفات في عويان إن أعدي شكر مؤمن واحد يلسي وعليها الحمد لله وزيادة من الله يا مؤمن بواحد لسيني إلهي بأكر لي ذات بأكر لي مال بأكر لي حلك بأكر لي إلهي بكو أقوى سبحانه وتعالى يا شكر إن أعدي شكر دي واحد لسي وحليها إلهي بوكو أقوى سبحانه وتعالى وإن ابتلي دي اللي امتحامه وحوليه فخر كدن بي داتك دل الآن دعضه حلك اللو هينا هدنا صبر إلهي بوكو أقوى سبحانه وصبر هيا وإذا أذنب مؤمن هدوس برحوضنا إلهي بوكران استغفر الله وليه وعنوان سعادة داتك الليبانا الواقع نظر داتك الليباني الدون كل ليباني أقرنا كل باني صفات كاس الواقعنا إن أعدي شكر الحمد لله وح إلهي باقي بيا نورش أنا موقتهاي إلهي باقي بيا وح إلهي قيب بوح كهري وإن إلهي كم هديه وح يبقى عندنا اللواي سئن لصبر معها على علم فينا إن أعدي شكر وإن ابتلي صبر أخياري مصيبين كا يفتى هذه يعلاسها مركي أمادان أهل الإيمان كإلهي باكو أقوى سبحانه وتعالى حبيد رفضان بن عياض مؤمنك وحاك المؤمن كي يقفك إيمان كي ير مسيوين كالوك لسارة مسيوين كالوك لسارة وحليا هاي المؤمنك ما دام في عافية مستور قفك دور عثمان يلضني يلنعمة كدرو واسكد دقية هاي لكن دي لا امتحامه الله شيء بوهاني إنه النفاق يقال لما قعمه وقال على علي وعلى الله بهنا والله ماذا إنه إيمان يشو اسبدل كان رشا كو إيمادي إلهي كو أقوان سبحانه وتعالى كو إنا نوعهانا وإنا نورشا اسبدل كو إيمانا يا إلهي أن كو أقوان سبحانه وتعالى شلمات كو مهانيسو برنا شلم أهانيسو ساسا نورشا الدوام الحين نورشا دوام لها سبنا سم لها شلي قني مات وفقير مات فقير ويبري وقني اسبدل كان نورشا كو إيمانا يا إلهي أن كو أقوان سبحانه وتعالى أخياري وحيران مصيبيك وحليرا ده تحقيق العبودية إلهي بكبر سبحانه وتعالى إلهي بكبر سبحانه وتعالى إلهي نواب النبوء امتحان أرنتا يده
وبلوناهم بالحسنات والسيئات لبدو إلهي وانو امتحان دام علينا سو نعمده كيني وناكتهي حتى نعمده نفت هذا النحس لولاته إيه بلاهي ولاته كفر إيا قال ما قارك وضل إيمان إياه ما قاع خياره أول لغنيت أو ما أرتي إسكفي عينيت مركي أدويق عانت اللقى شيء كفر إيا قال ما اللي ما ذي مركي والسكو امتحامي بحسنات وسيئات كبو والسكو امتحام إياه مركي مؤمنيني اسبدل كان مغالدا كو إيمادي يو فتهات كان صلى الله مي أهل الإيمان بالنهايو إلهي بانكو أقوانسانينا سبحانه وتعالى لكن وحجراهن ما هو اتجاه المسلم مؤمنكم مركي مصيبوين كإيمادان موقف كو قادن محيطهي ما دابا أنبراني مصيبو دي إيمادة إلهي بانكو أقوانسانينا محاك دون لقدبون وحان لقدبون مؤمنكو وحيطها أمد كود عبد يمد أركها يمد أركها يمد أنت أساقوك أبسانا هي مغانا تلك جوه من أركها يمد مصيبو دي وضعدو أسيئي كود عين لكن أركها يمد كلبقنا جيرانك أها أهلك يا قراوات يكون عدو أركا يا نحال الجذبون وحلو سمعت النبي عند جسنا صلى الله عليه وسلم نبي يعني عليه الصلاة والسلام في حديث كثير ابن عبد الله والحلية هاي نبي قاوي ماذا نمن آل نباتيسن كوكب الآن برنا آلهين آل الجو نبات أغم نقطه يا ماذا نبي عليه الصلاة والسلام مركا سنة ودي اسم بدلي نبي مركو أرك مسلمين رفاسا واسم بدلي جلي صلى الله عليه وسلم مسلم أرضا مسلم كبل آنه مسلم ليعا نيوى إسبدل ديري صلى الله عليه وسلم ما قال ذي أنه وحا كجر تاسا كذن كو يتبان حيرة أو قحوتي دقل كو يتبان حيرة أما كان بي أو قحوتي دقل مسلمين يقولوا قوغل لآنه بيا لآنه دابا لآنه قوغل لأدر لآنه أياد دقل مركا ميل قلس ديري صو معه صو ميل تجاه معها نبي قررمها سو عركي سيما تنو مغطوك لي نبي كان هو أركي عليه الصلاة والسلام دب رم ضرعها وكبر آنه أو أردن دبعت إياه بهاي كم وقت نبي وأسب دل وجهي صلى الله عليه وسلم جري يوسف وقلي وأكسر بهاي هذا من جري وكلها من عليه الصلاة والسلام هذا هو صاب بهاي وحلا سيا الله بهاي يعني ممكن نبي أرنت أواد بتي عليه الصلاة والسلام برجع سو نبي يعني صلوات الله وسلام عليه بلال بوجيري بل آدابه ولا آدامي صلاة والدتو كري نبي واخد به صلى الله عليه وسلم خذ بني النبي أنا هيكون صعب سنة وما ضعبان أو رفاتا أو إمادا إلا قرقارو ونهد نبي أرمها سوكا علي مرقاسو ننك استاوه ذوتي كان متر كانو مرتي مر كانو مت كبا كانو تجاه هذه المصيبة قال لك ولا يغيب غاتي نبي يودي إسبدري هندنا وافر حي عليه الصلاة والسلام لو هو أركي داد مسلمين اسكن نحايين داد مسلمين اسكن بارانايين مركا وكا تجاه المسلم مسلم كنت انعاس وجيسانايا مسلم كو مركا مصيبوين كإمادان داد كي كو إماتها دو كميد اهين كو يكو إماتو قرقارا مركا مقالة دان وإن ننكستا مؤمن إيمان شايقانايا او دنقستو داد كتين ريها جيفو او دنقستو داد كي انتا يكسو قورن حافظو هودي حافظك للدقين درين كأنه قول شويان سيدو عبودة النبي عليه الصلاة والسلام أو مساجد إيو ما لها قير كبضان ما أرتي أن كم مقنو أو ولا لهن أو قرقارنو دات كامسيوين كو إماتي وإن سونا أسمان جري عليه الصلاة والسلام الله إمانو أو دركين إيو خبأ إيو راشين إيو مصيبة ها إمات أن لقيب سنو مسلمين الدمانتي تجاه الله وضو حويان وحواصوه النقضي وأنا أسوأ يقلينو وحيد وصول النقضه إن عم نقول إنه مؤمن قل له وجر لجمع قنينه أو أسك صور النقضه أن درين أن يلين وينه وأن عصنيه وأن عصنيه مؤمن وصول جلاء مهردو مؤمنكو لو عصام هدري لا يطلق لهم جهرة مرتين مؤمن لا وجر لجمع قنينه وبيجن تانا علي رادو سوف تهي بيركم ما حصلنا وليس بنقول نقضي ونعم إلهي بيه نغسي وإلهي كما حدنينا لكن مدك استاوى مكي بيرت الله جاجي ويقع إمانا ودمانسا وهذا مصيبة ذاتي ويتاقنت هاي تاس وحي إهد بأفراد كوبان هذا وحي قارتي مسلميني أفر بلوت كهوري أي جد كان قاي أفر بلوت كهورو قاي لين عكرو ما لكسو قلنا ملا رجي حلك شيغانا يكوبو السكين يكوبو الرئيين با هذا بريش وهاجا جنينا سلام حيدن وهاجا جنينا
وابن حتى هاد أيكوا هجاجيناي أي مسلمان إيمان له وركوا وان قادن له لكن وين هم ترين نقولش صدق بلادكم هرة أي جير بريشكم قايل صدق بلاد بالمرة يا سوا درين مشوا نقف قست إيمان له ودرين سنة بيا هذا إيمان له إني مرايل شلون وحلا ده وانكوس ما ينايا دكتي أو فهر لقته ده بهدي هدجن ilmaha markay daalan waxa la dhaha xaqaan degayna waasmo aba soo xaqaan degaynaa marka wadanka waxa nagu wada anaga dan Soomaalinahay xaqaan degaynaa anaga aadan soo jeedna halkii wadaliye hal bawlaha ahedna oo taas waa go'd hatta insaniya bil aadamnimo ma aha waxna kale bil aadamnimo ma aha wadadaas waa wadada islaamkan ma Soomaalida wixii kale ay ku noolaayeen بعد الله وطي واقو أنت هاي حد واحد كتير ناقو ده كسيو كسائين دارنا إيه سيا نيماني حل الله ما هي حل كان لوشي كي وابن شلا وامقلة سين نك وطي وحش وطي يكون حسار يا كوي كلبيا إسكلا هاي أنا كنت قولوا مركي حل الله ونسى عبينين وادغنيمو ودرهد بهاجاجي وعيه haddana ani maliishay waan ku hagaajin maali dhahay canshuuraan bixiya wadanka u dhashay dareenka ma qabno marka haddii madaxdeen intay xaraan cuneen dareen ka dhamaado baba naga nool wax baan naga nool moogti aan khiyaare qofka haduu macsiida xalaashado xaraanta u xalaashado dareema ka dhintaan waxay dhahan anigu allah naga qabtay cudurka sankorta iyo qofku ku dhacay xataa haddii qodax durta ma dareemayo qof xaraan cunaa waa nucas ما كنت هدي واحد لو شيء يجيبه وسكت لها درينج سر ما كدي منايا مركب وددن أموره هذا نقص النقطة شلنا ومغليني دولة واحدة هي سي رانكو عصاين ولا حاجة دي نقصة أما حال كلا إيه كنا عن تا حال ما هانس ودد بريس لا حاجة دي نايا أساك اللو بهان جاي واني لا حاجة دي نسيجوا حاجة عندي جي ناوي ورصح ما أسأل الله بعض وحويان gurmad ka ay muslimiinta waa bilaaban oo aad geeseen masajidaha oo magaalada culimada inay aad ay u dhawaaqeen oo hadalka culimada aad iyo shalay iimaanta magaalada ugu dhax jireen asu gurmanno shalay shir bay culimada isku yimaadeen sida yaacadinka oo la socotiinba qoladi waxay noo sheegeen rakor saadhiha ee aad dhahayseen wax fiican ma hayaano goormay intay aafad ugu imaateen markaas u rafaad horti soo lama dhahay ahay caalami weyn waxay dhahayaan caagal iyo bakeeriyaha hayna wixii anaga wax weyn ma hayne wax weyn ma hayne waxna waan dirsanne waxna waan dirsanne muslimiin soo ka qayliya anagu dhahayaan qayliya waxaan la yaamid waxa imaaday shaarka county qaba wuxuu iska soo furwa asna wuxuu dhahay ma hay ani waxaan ogaa waxba laga masuuliyin anigu waan maxan ka soo hayo garaw wuxuu asna waxba ma hayno kuwa waxba laga masuugay ma daawan ni shay waxba ka masuugaysino waxba ka antaga masuugay hadda ka suugnaa waan niman isku baheystan waxa xusuustaa iga raali ahaan madaxda marka ayag danka maliye ficil kooda danka leeyahay xun oo ayna ogaadaan ana ay kuma jeedi dhaqan kooda xun dhaqan kooda xun xusuustaa ni waxa jiray ree carbeed ahaayo qubura wuxuu maani akhlaaq xun buu ahaa marka qof ugu maqlo qof baad dhinte ayuu haweenki qaadani badiisha iyo kaashi uu qaadan qabri lagu qoday carradi buu soo faaqi markaas meedka la soo bixi kafanti uu galani uu dhaqi baruu suuq gey aalbii dirna baas u akhlaaxuma u akhlaaxuma wiil buu dhalay markan wiil buu dhalay wiilkiisii markuu shan jir gaara aabbiis uu raaci haweenki abuu raaci markuu qabri faaqan abaa wiilka raaci markuu abuu fiirina wuxuu sameynayaa duqi wiilki wixii bara dhaqanki muddo markii la joogo duqi waa dhintay yu ka tag wiilkiisii uu macallin iyo soomaa wiilki duqi markii la xabaalay asna wuxuu bilaabay kafad inuu la soo baxo laakiin wiilka abaha ka fiicnaabo wiilka meedka bannaanka ugu tagi abaha meedku xalaal jiray abaha meedka carradii ku celinayay laakiin wiilka meedka bannaanka ugu tagi weligiin waxaa dheesi hebel baa ka fiicnaa taayna ini weligiin gaarisay
ولكن قفنا هبلاو قفنا كفعنا تاجنا ذا أنا وحدي تاجن تاون رحم الله ونباش الأول كي هرا وأون نباش أول النباش ثاني وأون كوا قرصاتون وعز دامرة وحن وعز دامرة إلى أن كعب صلى سبحانه وتعالى دت كين المركن صاهري أنتين صاهرتي مسلمين تي أسمق لينو أسر بحنو guru yahay raashina raashi bayalla bar bayalla ulu daraya buha nin kasta markuu hadda kulaamo gurigiisa dharka yaala intuu soo qaado jawaad ku soo rasulka ma keeno xafiiska ka keeno muslimiinta loo qaybiye guru dhar bayalla waa ognahay gogol ba guriga naga taala waa ognahay waxa ku daan soo ururino waxaan yana sugin raximallahu nabashil awl qi hore iyo kan waa wiilkii aabiisu waa macna macaan laga sugaya malaha dowd sarna wata isaas leedahay laganna muslimiin baanahayo waa mideysanahay wali waa isku gargaarna waa isku naxariisana waa isku dhimrina midkeena baahan aan xubaarna midkeena baahan aan xubaarna raashinka guriga aad dhigate qayb muslimiinta iska le saaki dadka guriga la yaalo muslimiinta fatahayn baa qayb iska le gobasho guriga taalo qayb muslimiinta iska le nimankaas xilka magaalada joogan iyo kuwaasbo saa'u maqashin xoolaha markay shanqaraan u maqla haddii soo hoydaana nabad iyo caana haddii maqnaadaan nabad iyo caana alaa wa sallu wa sallimu yaa ayyuhalladhiina aamanu sallu alayhi wa sallimu taslima alaa islaamul muslimiin wa damar yahuuda wa shuuciyiin wa akhmi salaam